يبقاو زوج مشاكل ماذا بينا نحلوهم. اولا مشكل الطريق اللي راهي، انا نشري طوموبيل نسكريفي عليها نسيري سنتور عليها باش نخلصها ونخرج للطريق نصيب الحفر والدودانات وما يشبه. وثاني مشكل اللي هو السركاله، السركاله ماذا بينا كي نجيبو طوموبيلات كاع حابين نكسبوهم، بصح ديروا لنا حلول في السركاله هذه باش اموان نعيشوا الاس في بلادنا، نعيشوا بيان مليحه، دعم مليح يعني في الحقيقه. مي ماذا بينا لو كان يجيبوا لنا موان دو 10 ans نجوزهم كونترول تكنيك الا كانت ابت هذيك هذيك لا فاتور، انا اولى نروح نجيبها ودعمونا مليحه مليحه. ايه يا حسره، سيارة أحلاهم حاجة خشينة يعني كي يقولوا حاجة خشينة حاجة سوليد، مرسيدس نقول لك أودي حاجة خشينة، الرونج مليحة تاني كاع نحبوا الفخامة. مي لا ما قدروش يجيبوا لنا هذوك الفخامة، حاجة اللي توالمني قيسي وزوج ولادي فيها خير وبركة يا أختي.